صباح على حضراتكم مرة تانية من محافظة الإسكندرية. زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة اللي احنا هنحاول نسلط الضوء على عدد من التغيرات المناخية اللي بتتم مش بس هنا في مصر لكن في العالم ككل. خلونا نروح من إسكندرية تحديدا لمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، لأن الغالبية العظمى هناك تسمع عن الغابة المتحجرة. الغابة المتحجرة اللي كانت من ملايين من السنين عبارة عن رقعة خضراء، رقعة مليئة بالأشجار والمسطحات الخضراء الكبيرة، لكن للأسف بسبب التغيرات المناخية تحولت هذه الرقعة إلى أشجار متحجرة. أثر جيولوجي نادر تم إعلانه منطقة أو محمية طبيعية سنة 1989. إيه اللي حصل في الغابة المتحجرة؟ هو ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير. قلب منطقة القاهرة الجديدة وعلى مساحة 7 كيلومتر بتتواجد محمية الغابة المتحجرة واللي شهد على أثر التغيرات المناخية عبر ملايين السنين، عشان تتحول من غابة خضراء لمنطقة صحراوية فيها بقايا جذوع وسقان الأشجار الضخمة المتحجرة واللي بيحولها لمتحف جيولوجي مفتوح. هي منطقة الغابة المتحجرة أو ما يطلق عليه جبل الخشب هي ظاهرة جيولوجية ترجع لعصر الأوليغوسين، وده من 23 ل 33 أو 34 مليون سنة تقريبا. وده طبعا لو احنا جينا ناخد نفس النقطة على وجه الكرة الأرضية من 35 مليون سنة في وجود الشجر اللي موجود، فده دلالة على تغير المناخ اللي حصل. وطبعا من الاشجار اللي اتعرفت هنا في 3 انواع من النخيل، وفي بعض الاشجار اللي هي لا تنمو غير في وجود امطار بشكل وجود مصدر للمياه بشكل وفير، والعصر التروبيكال اللي هو العصر المطير يعني. وبعد كده بدا عصر الاوليغوسين اللي هي بدات ظهور الارض، ونتيجه الحركات الارضيه والحركات البركانيه بدات ظهور اجزاء من اليابسه بيطلع بينمو عليها اشجار ويتواجد حيوانات. فده كان اكبر نموذج نقدر نقول عليه نموذج ممثل لشكل كامل للتغير المناخي، من وضع شديد الخضار، من وفره شديده في المياه، من وفره شديده في الامطار بشكل عام، وفي المياه الجوفيه ارتفاع بشكل كبير، الى شكل زي ما احنا حضراتكم شايفين ان الارض قاحله بشكل يعني شبه تام يعني. التحجر ده تم ازاي؟ دي كانت اشجار حيه انحصرت المياه، بدات تقل الامطار، بدا يتغير المناخ بشكل كامل، فان طبعا حصل لها جفاف وسقطت على الارض. في نظريات طبعا بتقول بعد انحسار البحر بدا ظهور والحركات التكتونيه اللي حصلت في الارض والظواهر البركانيه بدا يظهر على سطح الارض في مصر انهار، عده انهار، منهم النهر اللي احنا واقفين فيه ده اللي هو كان يعني المصب بتاعه جبل عتاقة وما والمنطقة اللي خلفه جبل الجلالة. فطبعا الأنهار دي يعني هي اللي عملت تحريك للأشجار ورست في مناطق اللي هو بيسموه الحمل النهري، اللي هو بيبقى شايل ما فيه حركة المياه وانسياب المياه، اتنقلت في أماكن. وطبعا بعد انحسار المية وجفافها سيبتت في بعض الأماكن، هي موجود منها جزء على طريق السويس وجزء هنا وممتدة لحد جبل أطراني. الأجزاء هنا طبعا بسبب إعلانها محمية تكاد تكون نموذج فريد، في بعض الأماكن غير محمية بتتكسر أو وجود الأعمال تحجير أو ما دون ذلك اللي بيكسر بيهدم شكل التحجر بتاعها. لكن عندنا هنا الأشجار زي ما انتم حضراتكم شفتوا ورايا هنا وفي الأماكن دي شجر بشكله الكامل، ويعني وفي أماكن عديدة من المحمية أشجار شبه مكتملة. لو ما انتبهناش للتغيرات المناخية فأعتقد هنفقد جزء كبير مما هو متاح من موارد طبيعية اللي هي الحياة قائمة عليها.